وقع حادث خطير بالحي المحمدي إقامة الصفا بمدينة أكادير ليلة الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بعد اصطدام سائق سيارة نفعية رباعية الدفع بعدد من السيارات التي كانت مركونة بعين المكان بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها. وقد نتج عن هذا الاصطدام الخطير أضرار مادية كبيرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومجموعة من الصور التي أظهرت حجم الخسائر في صفوف السيارات المركونة على جنبات الطريق بمدارة الحي المحمدي إقامة الصفا بمدينة أكادير. وذكرت مصادر أنه ولحسن الحظ لم يسجل الحادث أي خسائر في الأرواح.